النوع الثاني من أنواع الوصية الواجبة هي الوصية للأقربين، الوصية للأقربين، ومن باب النصيحة لغير المتخصصين في الشريعة أن يطلق الوصية وأن يترك المجال في تحديد الأفراد للوصي الذي يأتي يطبق، لأن كثيرا من الأحيان أو ما كثير من الأحيان بعض الأحيان يحدد الوصي الوصية يقول لأولاد فلان، وأحيانا كثيرة يقع بعض الناس في خطأ لأنه يوصي للأبعد ويترك الأقرب، وأحيانا كثيرة يقع في وصية مزدوجة يوصي مثلا لفلان وفلان وفلان من أبنائه من قرابته غير الوارثين بمبلغ معين ويوصي للأقربين بمبلغ معين، فيبقى الوصي محتارا هل يقصد هذا الموصي، هل يقصد الموصي بذلك أن فلانا وفلان لهم المبلغ المحدد، مثلا شخص له أولاد هل يرثه إخوته، هل يرث إخوته؟ لا، لا يرثون. يمكن أن يوصي مثلا لإخوته كل أخ ب500 ريال مثلا، فأوصى لكل أخ ب500 ريال ثم أوصى للأقربين ب5000 ريال، هل الإخوة يدخلون في هذه الوصية أو تكفيهم ال500 ريال؟ فيوقع الوصية في ماذا؟ في حرج. فالأولى عن هذه التفصيلات أن يطلق، أن يطلق. وكثير من الناس يخطئون ويقيدون ذلك بالفقراء، يقولون لفقراء الأقربين هذه الوصية ليست للفقير وإنما هي للقريب، ولو ملك مالا أوسع من ملك قارون له حق ثابت، والشريعة أمرت بذلك، فهي نوع صلة لقريب وليست متعلقة بفقره، حتى لو كان غنيا فهي من باب الصلة للقريب، فينبغي للإنسان أن لا يقيد لذلك. فتنبيهات العامة في الوصية أن وصية للأقربين من الوصايا المؤكدة والمأمور بها في القرآن تحديدا، ولذا من المهم جدا أن تترك لها مبلغا مناسبا، أن تترك لها مبلغا مناسبا لها. والأمر الثاني أن تطلق القول حتى لا توقع في حرج، وكثير من الأحيان تتصور أنت القرابة على نحو وأنت لا تدرك الغيب ولا تعلم ما تصير إليه الأمور، فأحيانا يوصي الإنسان لأبناء مثلا الجد الفلاني جده وهو يتصور أن الأمر يتشعب لكثرة قرابته، لكن قضاء الله تعالى الغالب، قد يموت جماعة من أولئك الأقرباء قبل أن يموت الموصي، فتبقى الوصية بين يدي قلة قليلة من الناس، فالأولى له أن يطلق تجنبا لكل هذه الإشكالات. وهذه الوصية كما قلت من الوصايا الواجبة، لكن لا يصح للإنسان أن يوصي لوارث، لا يصح للإنسان أن يوصي لوارث. وهذه الوصية كبقية أنواع الوصايا الأخرى التي تأتي بعدها مقيدة بالثلث، فلا يصح أن تزيد على ثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فلا يصح له أن يوصي بذلك. ويوجد نقاش بين العلماء فيما إذا لو كان الإنسان لا وارث له، طبعا ونحن بحمد الله من الله تعالى علينا جميعا بقرابة واسعة، فلنا ورثة يرثوننا بإذن الله تعالى، فلا ننهك أنفسنا بمناقشة إذا كان الإنسان لا وارث له. فلا يوصي كما قلت لوارث، ولا
ولا يوصي لوارث إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون للوارث حق ثابت عليه، وهذا الحق الثابت متعين. وعندما يوصي بحق ثابت لا يطلق الكلام وإنما يبينه، وعندما يوصي لقريب يبينه بأن وصي لفلان بن فلان فلاني لحق لزمني تجاهه، لحق لزمني تجاهه. ما هو الحق؟ لا يلزمه التفصيل، لكن إذا كانت النفوس متهيئة للفتنة، بمعنى توجد سخائم نفوس والإنسان يعرف قرابته، أحيانا يتهمونه بأنه قد يحابي قريبه، فإذا كانت المسألة عرضة لاتهامه، فمن الأجلى والأجدى أن يصرح بالحق. وإذا كانت المسألة متعلقة بتوثيق يثبت هذا الحق فذلك أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة. الأمر الثالث هو وجود حسابات مختلطة ولو لم تكن متعلقة بحق من حقوقه، لأن أحيانا بعض الناس عنده أموال، عنده أموال زوجته على أقل تقدير، هذه أموال كثيرا ما تكون مختلطة. السيارة هذه هل ملكه أو ملكه هو وزوجه؟ البيت الذي يسكنه هل هو ملكه أو هو ملك مشترك بينه وبين زوجه؟ كثير من الزوجات يشاركن أزواجهن في بيوتهن، جزاهن الله تعالى خيرا على ذلك، وهذا نوع من أنواع البر. لكن من المهم أن يكون التعاقد بين الطرفين واضحا، هل هذه هبة من الزوجة لزوجها، هل هي هبة من الزوجة لزوجها، هي محض تبرع، بمعنى لو مات الزوج بعد ذلك فالبيت يؤول إلى من؟ إلى ورثته، للزوجة نصيبها لكن للورثة جميعا، أو هي مشاركة فيه. لو طلقها غدا هل البيت تخرج من البيت وتقول ويقول لها زوجها جزاك الله تعالى خيرا على الإحسان الذي أحسنتيه، لكن حفظك الله تعالى ورعاك في ما بعد هذه الحياة، أو هي مشاركة؟ من المهم أن يكون العقد ماذا؟ واضحا. إذا كانت متبرعة تحتسب أجرها عند الله تعالى وتفرع على ذلك. لو وقع فراق لا قدر الله تعالى فلا حق لها في البيت، هذا تبرع وجزاها الله تعالى خيرا وهو إحسان، وما عند الله تعالى خير وأبقى. لكن تعرف من البداية هذا الأمر. وإذا كان الأمر لا مشاركة فكم نسبة المرأة وكم نسبة الزوج؟ وأحيانا كثيرة جماعة من الناس عندهم أموال لمسجد، أموال لوقف، أموال لغير ذلك من الأشياء، فمن المهم أن يكون العقد واضحا، عذرا لا يكون العقد، تكون الحسابات واضحة. ما هي أموالك؟ ما هي أموال الوقف؟ وبقية أقسام تأتي وصية مندوبة، وهي أنواع متعددة، كل وصايا بخير. وأول وصايا البر وأول الوصايا المندوبة الوصايا المتعلقة بالاحتياط،